الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حسين الترك، مندوب حركة الطفولة الشعبية في العناضور. شكرا لناضور سيتي، شكرا لزوار ناضور سيتي. المناسبة الصبيحة التربوية الكبرى التي تنظم تحت شعار تربية وجمال بالمركب الثقافي الناضور يوم الأحد 24 مارس 2019، هي مناسبة للتربية والتحسيس والتوعية، إرسال رسائل الجمال والإبداع والفن والثقافة عبر الطفولة إلى الطفولة، وهي مناسبة تتجدد كل سنة في خلال فصل إذن الربيع من أجل دعم المواهب التي تزخر بها مدينة الناضور، وخاصة المواهب المنخرطة بجمعية حركة الطفولة الشعبية من خلال مجموعة من الأنشطة، من خلال مجموعة فقرات، مسرح، أناشيد، لوحات، رقص، بهلوان، تعبير. هي مجموعة لوحات نحاول من خلالها إبراز الجمال في مدينة الناضور، أن الجمال موجود رغم القبح، رغم العفن، هناك الجمال، هناك الإبداع، هناك تميز. هذه المواهب الصغيرة تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى دعم من المؤسسات المنتخبة، من مؤسسات الدولة، من أجل إبرازها وتعزيزها والرفع من قيمتها وإظهارها إلى الآخرين، سواء أبناء مدينة الناضور، الأطفال، العائلات، أو إلى خارج المدينة لملا، والمشاركة بهم في ملتقيات ولقاءات ومهرجانات خارج الوطن عربيا ودوليا وإفريقيا. كما لا أنسى وبهذه المناسبة أن أدعو الجميع إلى نشاط أكبر، وهي تظاهرة كبرى إن شاء الله ستكون في عطلة الربيعية المقبلة، وهو المهرجان الربيعي الدولي لمسرح الطفل، الدورة 22 بالناضور فضاءات المدينة. سيكون هذا النشاط مميزا بعدة أنشطة، المسابقة الرسمية للمسرح بمشاركة دول عربية وإفريقية وأوروبية، مثلا عندنا البرازيل، لدينا إيطاليا، فرنسا، الكويت، عمان، تونس، الجزائر. بالتالي سيكون زخم من المثقفين ومن المبدعين والمسرحيين والفنانين الذين سيحضرون إلى المدينة. كما لا أنسى أن المهرجان في اليوم الثاني اللي هو يوم الأربعاء 10 أبريل سيكون كرنفال المدينة، وهي فرصة جمالية إبداعية ستؤثث شوارع مدينة الناضور، ستؤثث للإبداع بمشاركة فرق عربية ودولية ومغربية في فنون الشارع، في فنون الشارع، السيرك، البهلوان، الألعاب، السحر، ستكون في شوارع مدينة الناضور. كما أننا سنتحفكم إن شاء الله بمفاجآت عديدة ستتحف مدينة الناضور إن شاء الله، إن تيسرت الظروف وساعدت وتمكننا من الوصول إلى الدعم الكافي لهذه التظاهرة الكبرى التي لا محالة إن شاء الله ستعزز مكانة ثقافة مدينة الناضور كرائدة عربيا ودوليا في مجال مسرح الطفل، كواحد من أهم المهرجانات التي إذن تشتهر بها العالم العربي في مسرح الطفل، اللي هو مهرجان الآن له 22 سنة. إن شاء الله نتمنى له الاستمرارية، وأن يكون فضاء للتلاقح والتثاقف بين إذن المبدعين والفنانين من مختلف بقاع العالم في مدينة النور، مدينة الزهور، مدينة الناضور. شكرا لكم جزيلا، شكرا على التغطية، وفرصة قادمة إن شاء الله، لا انتظرونا في أبريل في العطلة الربيعية إن شاء الله. شكرا جزيلا.
سكينة الراء صافي يلا يلا حسن كلشي تشع آلي حسن آلي حسن آلي حسن ما يمكنك فعله هيا يا أطفال أنقذوا صديقكم على سلامتك يا صديقنا الحمد لله يا رب لو لم تنقذوني ذلك الشم هروش وجدت الحل ننتظر حتى ينام وننقذ عليه ونقتله غفور الشعب يا حياتها غفور الشعب يا خاصة لكل المناضلين والمناضلات والأمهات ديال الطفولة.